I'll give you that kind of 3, 2, 1, go. السلام عليكم يا أخي الكريم، ما اسمك؟ وعليكم السلام، اسمي لقمان. آه لقمان، لقمان الحكيم، هذا اسمك الجيد ما شاء الله. شكرا جزيلا. وما اسمك الكريم؟ اسمي عمر. مرحبا أهلا وسهلا بلقمان يا أخي. كيف حالك؟ وكيف أهلكم يا أخي؟ هل هم بخير؟ نحن بخير الحمد لله. للأسف أنا مريض البارحة، ولكن أنا بخير اليوم. لا بأس، طهور إن شاء الله يعني. وأنت أخي كيف حالكم؟ للأسف أنا مريض في قلبي جدا، فإذا أنا بحاجة إلى رحمة من ربي. حسنا حسنا. Guys, can I get you to stay close? Should we start? وأنا كذلك أخي. أين من أين أنت يا أخي؟ أنا من أفريقيا، من شرق أفريقيا، من بلاد الصومال، من بلاد الصومال. وأنت يا أخي أنت من بريطانيا أليس كذلك؟ بلى أنا من هنا، ولكن والدي من جامايكا أصلا. حسنا حسنا. أخي أين تسكن؟ لا تسكن مع أهلي، الحمد لله أسكن بمفردي. مسكين. لماذا؟ ولماذا؟ أسكن بمفردي مع صديقتي. صديقتك؟ صديقتي نعم. والله من أين هي؟ و و و و و و وما اسمها؟ لا تعليق لا تعليق. سبحان الله، السلام عليك أخي. ولكن أنا أرجو رحمة من ربي. أخي لكن منزلي قريب بعيدا عن هنا. أخي وأنت يا أخي أين تسكن ومن يسكن معك؟ أسكن في بيت قريب. حسنا. أسكن مع أهلي الحمد لله. أخي ما مهنتك؟ للأسف أنا طالب في الجامعة. للأسف؟ نعم. ولماذا؟ لأن أساتذتنا يعلمون ما تفعلون. أخي في الحقيقة أنا مدرس في النادي، وبحاجة إلى كذلك أنا نائب المدير أيضا. ما شاء الله ما شاء الله، هذا جيد. أين تذهب إلى بعد هذا الدرس؟ بعد الدرس نحن ذاهب إلى النادي. نحن مع من؟ نعم يا أخي نعم. مع من أخي؟ معك. لا أخي لا إنني أنا ذاهب إلى مقهى المفضل لدي. لا بأس. مفردي. لا بأس. أنت تسكن للنادي. أنت تسكن إلى النادي. لا أخي أعمل في النادي فقط. نعم حسنا. أخي أين تذهب إلى في هذا الصيف؟ في هذا الصيف؟ لا سوري. أين ذهبت في الصيف الماضي؟ في الصيف ذاهب إني ذاهب في الصيف إني ذاهب إلى القاهرة لمدة شهر كامل. كيف الناس وجعوا هنالك؟ الجو حار جدا، وما أجمل السماء هناك، والناس ودودون في طبيعتهم. عليهم. مع السلامة. مع السلامة.